بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم الأربعاء الموافق 19/8/2020 من مجزر البساتين، وبالإشراف على لحوم صكوك الأضاحي، تتوجه اليوم 4 سيارات محملة بعدد 12 طن إلى كل المحافظات الآتية: المحافظة الأولى محافظة الشرقية عدد 3 طن، المحافظة الثانية الغربية عدد 3 طن، المحافظة الثالثة السويس عدد 2 طن، المحافظة الرابعة المنيا عدد 4 طن، مع كل سيارة مفتش عام من الوزارة للإشراف وتسليم السيارة للسيد صاحب الفضيلة وكيل الوزارة بالمديرية. وكل عام وحضراتكم بخير. اليوم الموافق الأربعاء 19/8/2020، صبري السيد صابر محمل 3 طن لحوم صكوك الأضاحي إلى محافظة الشرقية. محمد يسر عبد الحميد سائق لدى الشركة العامة لتجارة الجملة إحدى شركات وزارة التموين، متجه إلى محافظة السويس وبحمولة 2 طن لحوم صكوك الأضاحي. بسم الله الرحمن الرحيم، السائق رضا رشاد فراج تبع الشركة العامة لتجارة الجملة، محمل لحوم صكوك أضاحي، متجه إلى مديرية أوقاف الغربية، محمل 3 طن. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا وليد عبد الحكيم متوجه إلى المنيا بلحوم أضاحي 4 طن. النهاردة الأربعاء الموافق 19/2020، مديرية أوقاف المنيا.